بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، هنا كلمة أيها الكرام الفضلاء نتكلم فيها عن هاواي فولكانيك أو ما يعرف بكيلاويا فولكانيك، اللي هو بركان كيلاويا اللي في هاواي. وهذا البركان طبعا مع سلسلة من الزلازل كان يوم الخميس الماضي قبل أسبوع من الآن أيها الكرام الفضلاء. وطبعا حن اليوم 22 رجب لعام 39 و400 ألف، الموافق 9 من الشهر 5 2018 جريجوري. وطبعا يوم الخميس كان قبله ب6 أيام، قرابة يوم 15 من شهر شعبان، الموافق ل3 من شهر ماي لعام 2018 جريجوري. طبعا هذا البركان يعني كان شديدا جدا، حتى رأيتم أنه التهم السيارات والأرض، يعني صارت يعني من شدة اللهب والنار حمم بركانية. وهذا البركان يعني مع سلسلة الزلازل لم يضرب هذه الولاية منذ 43 سنة. وهناك طبعا يعني في بيج آيلاند، هي طبعا أكبر جزر هذا الأرخبيل، مجموعة الجزر أيضا ضربت بهذا الزلزال يوم السبت الماضي الذي هو موافق ل أيها الفضلاء لليوم 5 من الشهر 5 لعام 18 و2000. طبعا كان شدته 6.9 على مقياس ريختر. طبعا دريت أنتم رأيتم في الفيديو، وحيتشوفوا فيديو المرافق وهذه الحمل البركانية وهي تلتهم سيارة في دقائق بل في ثواني، حتى أنهم يقولون سبحان الله سموك انتو سكاي، يعني كانت سنة اللهب والدخان تصل إلى السماء. وأيضا عافانا الله وإياكم كانت هذه الحمم وهي تصل إلى الشارع وأكلت السيارات في ثواني معدودة. طيب يا أخواني، ألا نتأمل سبحان الله ما يكون من عذاب في يوم القيامة؟ الله عز وجل يقول يوضح لنا ذلك اليوم الرهيب، ويوضح لنا هذا الأمر العظيم أيها الكرام الفضلاء. وهذه الآيات العجيبة التي تكون في ذلك في سورة الانفطار وفي سورة الانشقاق، لما تقرأ في هذه السور تتأمل ماذا يكون في ذلك اليوم الرهيب. في سورة التكوير قال الله عز وجل إذا الشمس كورت، يعني لفت كالعمامة وذهب ضوءها، وإذا النجوم انكدرت، يعني ونرد الماء صفوا وغيرنا يارده كدرا وطين، يعني ذهب ضوءها وتناثرت، وإذا الجبال سيرت وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وقال الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وإذا العشار عطلت، سبحان الله، الناقة العشراء التي ينتظرها صاحبها تعطل ولا ينتبه ولا يأبه بها أحد. وإذا الوحوش حشرت، وفي رواية حشرت، جمعت في صعيد واحد حتى يأخذ للشاة الجماء من الشاة القرناء، ثم يقول لهم جميعا ربنا كونوا ترابا. قال ربنا تبارك وتعالى قل الكافر يا ليتني كنت ترابا. وإذا النفوس زودت، رجعت كل روح لجسدها. وإذا حتى يحشر حفاة عراة غرلا دهما بهما كما بدأنا أول خلق نعيده. وإذا الموؤودة سئلت، جاني مقطع اليوم عجيب لطفل من أطفال الزنا عافنا الله وإياكم، رمته أمه في القمامة فتم جمعه مع القمائم وطحن في السيارة في دولة من الدول، الله يعافينا وإياكم. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وفي رواية نشرت، قال الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وإذا السماء كشطت، يعني لم يبق فيها لا نجم ولا كوكب ولا شمس ولا قمر ولا أي شيء، كانت وردة كالدهان.
وإذا الجحيم سعرت. الله، يؤتى بنار جهنم لها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك، يعني 4,900,000,000 ملك أيها الكرام الفضلاء، يحملون ويقودون تلك النار، عافانا الله وإياكم. وفي هذا أيها الأحباب الفضلاء رد على من ينكر عذاب النار ومن يتكلم هذه نار من نيران الدنيا فقط، هذه نار من نار الدنيا أخي المبارك العزيز الغالي، فما بالك بنار الآخرة، فما بالك بنار الآخرة. قال الله عز وجل: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال ربنا تبارك وتعالى لكي يوضح لنا: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وما هذه الحمم التي أكلت سيارة في ثواني، سيارة كاملة حديد وفيها من أنواع الحديد المختلفة من الحديد والفولاذ في ثواني، لم تبقي منها شيئا أيها الكرام الفضلاء، هذه جزء من 70 جزء من نار يوم القيامة. قال الله عز وجل: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. وقال ربنا تبارك وتعالى لكي يوضح هذا الأمر العظيم وهذا الشيء الرهيب، وفي هذه الآيات العظيمة التي توضح مثل تلك هذه الأشياء، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما ناضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بأبي هو وأمي: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. الله أكبر، هذا من أهل النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: قال: ضرس الكافر مثل أحد، وفخذه مثل البيضاء، ومقعده من النار كما بين قديد ومكة، من قديد لمكة، وكثافة جلده 42 ذراعا بذراع الجبار. رواه أحمد واللفظ له ومسلم. وقال: ضرس الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وفخذه مثل البيضاء، ومقعده من النار مسيرة 3 مثل الربزة. وقال أيضا في رواية عن الترمذي: إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد، وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال ابن حبان: إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا بالذراع الجبار، وضرسه مثل أحد. قال: حديث حسن. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وعرض جلده 70 ذراعا، وعضده مثل البيضاء، وفخذه مثل ورقان، ومقعده من النار ما بيني وبين الربذة، من مكان النبي إلى الربذة من المدينة. طبعا والجبار مالك باليمن، له ذراع معروف المقدار، كذا قال ابن حبان وغيره، وقيل مالك بالعجم. وعن أبي سعيد الخدري رواه أحمد وأبو يعلى قال: مقعد الكافر في النار مسيرة 3 أيام، وكل ضرس مثل أحد، وفخذه مثل ورقان، وجلده سوى لحمه وعظامه 40 ذراعا. وقال ابن عباس: أتدري ما سعة جهنم؟ قال: قلت لا. قال: أجل والله ما تدري، إن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة 70 خريفا يجري فيها أودية القيح والدم. قلت له: أنهار؟ قال: بل أودية. رواه أحمد بإسناد صحيح. وهذا هو قوله كما ذكرنا آنفا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب
إن الله كان عزيزا حكيما، أي كلما انشوت بها جلودهم فاحترقت بدلناهم جلودا غيرها، يعني غير الجلود التي نضجت فانشوت، كذا ذكره الطبري في تفسيره. فاتقوا النار يا إخواني، اتقوا النار، علينا بالتوبة النصوح، علينا بالتوبة للباري تبارك وتعالى. وهذا الذي رأيناه رأي عين، هذا في الدنيا، فبالك بنار الآخرة. هذا رد على كل من ينكر عذاب النار من أهل البدع أو من هؤلاء العلمانيين والليبراليين. وإلى مثل هؤلاء نقول هذه بس في جزيرة هاواي، انظر ماذا فعلت، والأمر قريب، ونحن في شهر شعبان وليس الأمر ببعيد. فما ظنك بما أعد الله عز وجل لهؤلاء العصاة ولهؤلاء المشككين؟ عافانا الله وإياكم وهدانا جميعا وهداكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.